عايز اقول حاجه بس في البدايه، ان احنا في ازمه حقيقيه واحنا كلنا في قارب واحد، مفيش حاجه اسمها انا مع ولا ضد. اللي بيحصل ده معانا دي مزايده مننا على بعض، وده مش مطلوب في التوقيت الحالي. الدوله وكل بيرى جميع صفحاتنا كلها وشاف ايه اللي بيحصل. لولا اعضاء المجلس والنقباء والنقابه كلها محامين واعضاء كلهم في لحمه واحده مش هيخترقونا. لكن اللي بيحصل دلوقتي اجد زميل كاتب لابد ولابد ولابد، دي مش دي مزايده على النقيب وعلينا. احنا كلنا في ازمه حقيقيه يا جماعه، اوعى حد من حضراتكم يفتكر لما هو يقول الكلام ده بيعلي من ازهمه. احنا في كارثه والله العظيم، احنا في كارثه. واللي بيحصل النهارده احنا تفرغنا كلنا نقيبا واعضاء واعضاء النقابه العامه لوجد ازمه الكترونيه. لكن لو احنا فعلا ما فيش الكلام ده كنا فكرنا في شغل النقابه، شغلنا المهني، ازماتنا الحقيقيه اللي بنشوفها كل يوم في غرف المحامين، في الدوائر، في المحاكم، في اقسام الشرطه، في امام النيابه. كل دي ازمات محتاجه مننا شغل وجهد. القصه اللي احنا فيه دلوقتي توجهنا لتوجيه اخر. انا ارى في الكلام ده يا ريت نتخلى شويه بقى عن الخلافات شويه، يا ريت نتخلى عن سياسه التخوين. احنا كلنا في ازمه حقيقيه، عايزين نقف كلنا صف واحد ولحمه واحده، ايا مكان احنا مفيش حاجه. والله 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 اللي بيحصل معانا كلنا لو احنا التفينا مع النقيب العام ومجلسه كلنا مع بعض هيبقى ده سبورت ودعم ليه. اوعى حد من حضراتكم يفتكر ان ده، لا بالعكس، ده سبورت. انا شخصيا كنت بستغلها في 2001 يحصل عندي اي ازمه اقول لا النقيب المحامين هيعملوا كذا، المحامين هيعملوا مظاهره، المحامين عاملين كذا، فكانوا بيخافوا. احنا عايزين كلنا مع بعض نكون يد واحده.